كان شويه البودر ستاف، كانت كانوا الناس شويه احساس، انا هذا احساس عندي زعما دراك وصلنا شويه ديال التشاش صحافيين كانت بطبيعه حاجه ما كتخفى بطبيعه الحال، ولكن كان شويه ديال الناس ربما اقوى من ستاف علاقته مع الجمهور علاقته الاعلاميه بطبيعه الحال ما عرفتش بطبيعه الحال. وهذيك حس بها روزمير، هذيك حس بها روزمير، وكان كيسولني زعما كان كيحس بواحد واحد القوه كانت عند المعيد البدني اللي ما فبطبيعه الحال. شوف كنظن انا الا ما كناش كنسميو الامور بالمسميات ديالها فما ما نقدروش نزيدو بها، نقدروش نزيدو بها صعب عليك مستقبل قليل المعيد البدني اقوى ربما حتى من المدرب. لا احسن انا كنقول لك دابا الاحساس ديال روزمير اللي كان عنده، لانه باش تكون مسافر في البزنس كلاس والدور وتلقى حداك معيد بدني مريح، ف يمكن هو تطرح عنده تساؤل وما انا ما كانش عندي اجابه عليه صراحه، يمكن ما عنديش بس اجابه مدير راي عليه فانا ما عنديش اجابه، يمكن هو تساءل قال لك انا زعما ما عمري شفت هذا هادشي بحال هادشي ما عمري شفته. قال لي من المفروض انه اقل ما يمكن انه يكون حدايا المدير الرياضي اللي هو مديح، اللي قال لي النهار الاول هضروا عليه كواحد ليجند ديال الفرقه، ولكن باش يكون حدايا المعيد البدني كتبقى شي شويه. فانا سولني صراحه ما لقيتش ليه اجابه، لانه انا قلت انا مرحبا في المغرب قلت انا جديد في حالي في حالك، انا ما عارف زعما الامور كيفاش كتخاد هنا، يمكن هادو من الامور اللي هي. وزاد تاكدت ليه كانت كتاكد فواحد الماتش كنطلب باش يدير تغيير ورفض انه صيفط لنا اللاعب اللي بغينا نديروا ليه التغيير في الوقت اللي كنا بغينا في الماتش ديال النيجر اللي حنا كنا رابحين باربعه. كان تغيير ربما ديال الجراب فبطبيعه الحال لانه روزمير كانت عنده الفكره انه خصو يلقى دو سوليسيون بارابور لي فيكتيف اللي عندنا، ما يمكنش اليوم انا كنسير 13 لعاب ما خصنيش نخدم عقلي ونعطي دو اوبسيون اللي عندي. فكان اليوم كان كيقلب بتاتخ لبيب انه يحطو غير واحد 10 15 دقيقه يشوفوا كوم اناكسيال غوش اوي بغى يدير واحد رابح بربعة حنا الالترناتيف ديالو، لانه بتاتخ كان عندنا كنوجدو ممكن الميليو تيران ما يكونش عندنا شي واحد ندخلو بالعمري ميليو تيران ويكون عندنا لبيب، وممكن يكون عندنا العكس عندنا لبيب كوم اكسيال لانه تمشي لافريك في ماتش ديال سامارتيكس وما تلقاش اناكسيال اخر، لانه كنا كنشوفو في المشخشخ ممكن تا هو يطيح لك في لادروات مع بوركسوت حدا بوركسوت، لان ما كانش عندنا تماك اللي يعوض هذاك الجهه. فكان روزمير كيفكر في بعض الحلول، لانه ملي كتكون المحدوديه خص تخدم عقلك، فهو كان كيحاول يمكن يفكر يكون عنده حلول اخرى ونجربوا حنا رابحين باربعه تقدر تشوف. فيمكن الوقت اللي طلبنا لبيب يجي جا المعيد البدني وما قال لك لا ما يلعبش في هذاك البوست، وهذه كانت شويه روزمير ما عجباتهوش، قال لك ما يمكنش انا واحد زعما يوقفني في هذا الباب، انا كنفكر في هذا اللوسونس مشكل ما يمكنش تخدم في هذه الظروف. فكان مشكل عند روزمير باش يقدر يفكر ونقدروا نلقاو الحلول، فهذه كتبقى امور اللي هي